هذا وتشهد مراكز التطعيم في مملكه البحرين اقبالا متزايدا من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس نحو مليون وثمانية عشر ألف شخص فيما حصل ثمانمائة واثنان وخمسون ألفا ومائة وواحد وثلاثون شخصا على الجرعة الثانية من التطعيم هذا وتشهد الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما إقبالا كبيرا على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد موافقة لجنة التطعيمات مملكه البحرين على تطعيم هذه الفئه حفاظا على سلامتهم وسلامه المجتمع